بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد مرة تانية من فيديوهات قناة ابليكيشن ازرع سطحك للزراعة المنزلية. احنا النهاردة بنصور نفس الفجل والجرجير القزمي اللي انا كنت صورته قبل كده، وقلت ان الفجل والجرجير بيعاني القزمة بسبب نقص التسميد. انا عملت حاجتين اتنين بفضل الله، حولوا الفجل القزمي الى حاجة كويسة جدا. طبعا اللي شاف الفيديو يعرف ان الفجل كان الشجرة كلها قد كده، كانت صغيرة جدا، الشجر كله هوت ما شاء الله كبر واخد نمو كويس جدا. الحاجتين اللي انا عملتهم قصاد جدا، وهما الاتنين بينصبوا تحت مسمى التسميد الطبيعي او السماد العضوي او الاورجانيك ايا كان. خليكم معنا. اول حاجة عملتها ان انا سقيت الزرع شاي، شربت الزرع شاي. طبعا بواقي تفل الشاي رويت بها الزرع، فما شاء الله ادت نتيجة كويسة. طبعا مش هي الوحدة اللي انا عملتها، الحاجة التانية اللي عملتها هي دي الخلطة السحرية، ده كومبوست كامل التحلل. ده كان عبارة عن مخلفات أوراق وخضروات، ما شاء الله تحلل تماما اهوت، واستخدمته في التسميد الأسبوع اللي فات، يعني حوالي ما بين الآن وما بين الوقت الحالي التسميد كان حوالي 10 و11 يوم. النتيجة بفضل الله حاجة خضراء اهي، حتى نفسه أخضر، ده دليل على إنها صحية وما هيش محتاجة مواد غذائية. الخضار ده هوت يعني هي خدت كفايتها من الزراعة من التسميد، حتى الشبت كان ضعيف جدا دلوقتي، طبعا النتيجة ممتازة جدا. أنا سميت أول حاجة بتفل الشاي، بواقي تفل الشاي أخفها بالمية والرواء، وفي فيديو أو أكتر من فيديو عن الحكاية ديت في على القناة. تاني حاجة عملتها لاستخدام الكمبوست، حتى مازال الكمبوست موجود هنا هوت، بس ما راحش مكانه يعني من الأسبوع اللي فات الكلام ده. فأنا حبيت أزود القيمة الغذائية أكتر، فأضفت مخلفات المرة دي بقى، لسه ضيفها امبارح أو امبارح، دي مخلفات طيور عشان أزود التغذية أكتر. طبعا نلاحظ إن الحوض مليان فجل وجرجير، فده بيستهلك بيخلي الجذور الكتيرة ديت تتنافس على المواد الغذائية الموجودة في الحوض، وبالتالي حوض زي ده بيعوز تسميد أكثر من حوض زي ده. الحوض ده ملوش فجل ولا جرجير، هو بتنجان بس، فالتسميد بتاع الحوض ده بيكون أسهل من تسميد الحوض ده. نلاحظ إن هنا الفجل والجرجير ما شاء الله شد بقى كويس، وكان معانا في نفس الحوض فلفل، الورقة ضعيفة ولكنها اخضرت، دي كانت صفرة. اللي يشوف الفيديو اللي فات اللي هو بتاع أهمية التسميد يلاقي إن الورقة دي كانت صفرة أهي، الورقة القديمة أهي مصفرة شوية ولكن مش زي المرة اللي فاتت، وبعدين الورق الجديد اللي طالع أخضر أهو، خضار كويس. دليل ده على إن التسميد بتاعنا كويس. طبعا ما زال بنقول ان التسميد الحوض ده بيحتاج تسميد اكتر من الحوض ده هو، بسبب كثرة الجذور اللي هتتنافس على نفس كمية الغذاء في الحوض ده. واحنا طبعا سمدنا بالجديدة اهيت، وهنشوف النتيجة ان شاء الله، ولما نشوفها ان شاء الله نبقى نصورها تاني باذن الله. شكرا لحضراتكم، واذا عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب.